التحيه. مصنع النفايات الطبيه ما بغيناش يكون عندنا في الحي، يمشيو يحولوه يديو لشي بلاصه اخرى. هادشي علاش جاي المشكل تاعنا هو هذا. وبالنسبه للحي حي الحسني تا هو حاطين لهم الخنز تما الواد الحار. لا 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 راه قتلونا هاد الناس، ما تبين حلونا ما هادشي شهوه والله ما عارف. المشكل هو دوك النفايات بغيت تحرقوا تما والريحه. راه 45 درجه الحراره تكون في شيشاوه، راه اكثر من مراكش. راه الناس الدراري الصغار والناس الكبار ولا زادوا هاد المزباله راه بيقتلوا الناس كاملين. المشكل اللي عندنا الاساسي هو هاد المطرح النفايات اللي غيقيموا عندنا حنا حاليا في منطقه شيشاوه، وحنا بدور حنا كمجتمع مدني كنتمناو يعني ما يوقعش لنا هذا المشكل هذا، لان حنايا اصلا الصحه ما لاقيناهاش، عاد يجيو النفايات ديال الصحه هنا عندنا في المنطقه. كنتمنى يعني تاخذ بعين الاعتبار السكينه لان مضره بالصحه للساكنه. رجعنا على المزبله اللي ما بغيناش في هذه الشيشاوه هذه. العماله تجيب الحاجه اللي تنفع المواطن كامل، ماشي تجيب الحاجه اللي تضر المواطن. شيشاوه بغات الحمله راه 30 سنه هذه مازال ما دايره فيه والو، راه كتسري غير المصالح ديال المواطن ما كتجيش ليها. هادشي راه هذا الزبل هذا اللي كيحرقوا هنا ما بغيناش حنا. المشروع ديال المزمع حدثوا بهذه المدينه ديال تدوير النفايات الطبيه. هذا المشكل هذا اطلق على قدر بعض الساكنه واللي بداوا الاحتجاج ديالهم حول هذا المشروع، واللي من ابدا الاحتجاج ديالو كان يرفض رفض قاطع انه يبدا بهذه المدينه بدعوى انه له انه اثار سلبيه على الصحه وعلى البيئه وعلى الساكن ديال الشاوه. وما يمكنش تكون مدينه الشاوه مطرح للنفايات على حد قولهم. في الراي المقابل هناك مجموعات اخرى من فعاليات المجتمع المدني ومن المنتخبين تيجزموا جزم قاطع يقولوا ما يمكنش حنا نرفضوه على غير الفئه الاولانيه وما يمكنش نقبلوه. احنا مع الراي ديال الانصات نستمعوا للدرس ونفهموه وناخذوا فيه قرار. في هذا السياق خدينا واحد المبادره بالتنسيق مع السلطه المحليه مشكوره على اسنا وجهنا الدعوه للفعاليه ديال المجتمع المدني ديال المدينه النشيطه واللي عندها صيت في المجال البيئي حتى في المجال العلمي. وايضا وجهنا الدعوه من خلال السيد المندوب ديال التربيه الوطنيه المدير الاقليمي للتربيه الوطنيه للاستاذ مجموعه من الاساتذه ديال علوم الحياه والارض وايضا الفيزيك وبعض اساتذه الجغرافيا وحتى الاعلاميين. لاش هذه الدعوه اش وجهنا لهم؟ وجهنا لهم على اساس انه غدا ان شاء الله رب العالمين على الساعه 3 والنصف غادي يحضر مكتب الدراسات اللي مكلف بهذا المشروع اللي كيضم خبراء بلجيكيين باش يحضروا معنا لقاعه الاجتماعات ديال البلديه. وهنالك هاتوا برهانكم، هاتوا برهانكم من طرف من الرافض ومن اللي قبل. ابيتهم انا في هذا اللقاء هذا يوجهوا مجموعه من الاسئله المحرجه اللي يمكن ما يكون لي من باجابات اللي توضح لي ما كاينش تاثير سلبي على المواطن، لان العنصر البشري هو الاهم والرأسمال الاهم. والامانه اللي عطاونا في هذه المدينه راه ما نقبلش قطعا انه تحسب عنا تاريخيا انه اديناهم، هذه من ثالث المستحيل تحسب عنا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.